عندنا بقى كلام تاني في قضية تانية ناقشاها، وهي التحكيم في مباراة فيتا كلوب القادمة، لأن بالمناسبة كابتن إبراهيم نور الدين هو اللي حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي بكرة، ونتمنى هدوء ويكون موفق، لأن في بعض اللقطات كده بيبقى فيه بالظبط، هي دي بيبقى فيه اتجاه للشو شوية، فنتمنى ده ما يكونش بس موجود. هو الفترة الأخيرة إلى حد ما، لحد ما آخر ثلاث ماتشات شفتهم له كان هدى، أنت عارف رضا طبعا متابعه بشكل كبير جدا، فهو كان أهدى، لكن طبعا عندنا جزء مش ممكن إن احنا نتجاهله في المباراة. احنا بنقول الإيجابيات، بنقول السلبيات، وصلنا للمرمى ما قدرناش نسجل غير هدفين فقط لغير، ضيعنا فرص كتير بعضها عدم توفيق وبعضها رعونة من المهاجمين، لكن في كمان التحكيم، وما ينفعش يا جماعة نقول ان احنا كالعادة اللي انا بشوفه من ردود افعال جماهير او بعض جماهير النادي الاهلي، احنا مش هينفع نتكلم على التحكيم، لا ينفع نتكلم على التحكيم حتى لو انت ادائك سيء، حتى لو انت ما كنتش في المباراة في يومك، فلازم يكون التحكيم في يومه لان ده ابسط حقوقي وملوش علاقة بمستواي الفني في المباراة. الحكم رضوان جيد من الحكام المعروف لهم او مشهور لهم بالكفاءة، وحكم فعلا من حكام الصفوة في افريقيا، ولكن الحكم أخطأ خطأ جسيم في ركلة الجزاء. البعض حمل عمرو السولية الفكرة إن هو تهور، والحقيقة عمرو السولية لا لمس اللاعب ولا جاء ناحيته، والكرة من خارج ال 18 حتى السقوط، فبالتالي كانت كرة أثارت حفيظة كل من المنتمين للنادي الأهلي، وبالتالي لا لازم نقول وقفة بقى مع التحكيم، وتحديدا التحكيم الأفريقي، لأننا مع التحكيم الأفريقي لنا أخطاء كتيرة جدا ضدنا، ضيعت مننا بطولات كتير كتير جدا، لكن للاسف كمان في المباراه الحاسمه، المباراه الجايه اللي لها ابعاد كتيره جدا، وزي ما قلت عنق زجاجه، بيجي لنا حكم له مواقف سلبيه معانا، الحكم بوندو حكم مباراه الاهلي والنجم الساحلي، فاكرين طبعا اللي طرد ايمن اشرف في الدقيقه 12، طبعا طرد غير مستحق وكان له وقائع كتير، فاحنا من هنا ومن دلوقتي ومن قبل المباراه باسبوع بنحذر وبننادي وصوتنا يوصل للكاف، لان الحقيقه بقت الامور التحكيميه في الكاف صعبه جدا. عندنا نفكركم مباراه الاهلي والنجم الساحلي، نشوف تعقيب الخبير التحكيمي الكابتن احمد الشناوي على واقع الطرد ايمن اشرف. نيجي للعبه يعني تعتبر هي يعني السكينه اللي دخلت في قلب النادي الاهلي، ايه هي؟ وهي طرد اللاعب ايمن اشرف. صحيح. هل هذه المخالفه لاعب النجم الساحلي كان امامه فرصه محققه لاحراز هدف؟ طيب نقول الفرصه المحققه لاحراز هدف فيها اعتبارات ومعايير. اول حاجه المسافه. ثاني حاجه سيطره اللاعب على الكره واتجاه الكره. كويس. عدد المدافعين والمهاجمين. صحيح. اللاعب لما تمت عرقلته او مسكه من لاعب الاهلي، الكره خبطت في ظهره ولا كانت قدامه؟ لا، خبطت فيه. خبطت فيه من ظهره. صحيح. يعني اذا هو مسابق الكوره. يبقى اذا هو ما عندوش سيطره على الكوره. اذا لا كان عنده سيطره حاليه ولا مستقبليه. مستقبليه يعني تبقى قدامه يقدر يروح يلعبها. حاليه يعني تحت رجليه وماشي بيها وترتكب ضده مخالفه. تمام. يبقى اذا النهارده طالما افتقد عنصر من العناصر دي، انتفت الفرصه المحققه لاحراز هدف. قد تكون هجمه واعده، قد لكن الكارت الاحمر اختفى تماما، ليس له وجود في هذه المخالفه. البعض بيشوف ان مباريات المجموعات لما بيحصل خطا تحكيمي تقدر ان انت تعوض. الحقيقه المباراه دي كانت اول مباراه في دور المجموعات بسبب الطرد ده، النادي الاهلي برغم السيطره ب 10 لاعبين تعرض لهزيمه امام النجم الساحلي 1-0، وفضل النادي الاهلي يعاني من الصعود في بطوله هو حمل لقبها بعد كده في مباراتين ولا اصعب، سواء النجم الساحلي على ملعبنا او مباراه الهلال، وشفنا احداث ام درمان كانت عامله ازاي. فبالتالي خطا تحكيمي في مباراه من 6 مباريات بالتاكيد بيؤثر بشكل كبير جدا على مشوارك داخل المجموعات، وعشان كده ومن هنا كانت المطالبه دايما من قبل النادي الاهلي ان لازم الفار يكون من دور المجموعات، بل لازم كمان يتم اختيار حكام على مستوى عالي وحكام للصفوه للمباريات ذات الحساسيه، لان بصراحه الحكم ده معروف عنه يا فارس بشكل كبير جدا ان هو بيميل لاصحاب الارض وبيجامل اصحاب الارض، وده مش كلام مرسل، ده بوقائع. طبعا بوقائع، لان في مباراه الرجاء والنجم
برضو كان الحكم ده ليه وقع نقدر نشوفها واحنا بنتكلم، بتدل ان الواقعة بتاعت النادي الاهلي ربما ما كانتش عشوائية. ادي الكرة مع الرجاء، الكرة اهي واضحة جدا، الفاول للرجاء اساسا بص مبدئيا. بص اولا الحكم واخد الوقت، ركز، ده فاول للرجاء، ده فاول لصالح الرجاء، ده ايام ما كان حمدي النجاز لاعب الزمالك بالزبط. السابق ولاعب الترجي بص الحالي بقى كان في النجم ادى انذار للاعب الرجاء بالظبط. هي دي دقيقه فارس بص في الدقيقه رقم في الدقيقه 11. احنا عرضنا الحاله دي قبل كده يا اسامه، انت الحاله دي من الحالات اللي انت محتاج تسيب الناس تتفرج واصدر حكم. اولا انت مستحيل تتوقع ان هيكون الانذار للاعب الرجاء بعد 4 دقائق، كره اساسا ما فيهاش فاول، ما فيهاش فاول. حصل الانذار الثاني في الدقيقه 15 وطرد للاعب الرجاء. ده اللي كنت لسه هقول لك بقى، التدخل في التوقيتات بالزبط. المعينه بدري بدري. اللاعب خد انذار في لعبه وبعد كده كره ثانيه، فهو نفس اللاعب اللي جال فرصه ان انا اقدر اطرده. فواضح جدا ان بيكون التفكير في ان انت تقدر لاعب زي ده تستغل فرصه انك تقدر تخلص المباراه من خلال طرده وبتطرده. نفس اللي حصل مع الاهلي والنجم الساحلي. هي دي بالزبط. عشان كده انا بتمنى اولا اللاعبين يكون في حرص في الالتحامات شويه، ما نديش فرصه وما يكونش في اعتراضات، رغم ان الحكم احنا بنتكلم خلاص عارفين الخلفيه بتاعته وخلاص اتعين، ما يكونش في شكل من اشكال الاعتراضات المبالغ فيها عشان ما يتمش استغلالها. وقد يكون ده سلاح ذو حدين، ان الحكم ده اتعين قبل كده والنادي الاهلي قال موقف واضح فيه ورصد التسلسل بتاع تواجده وتعيينه، كمان كان حتى ظاهره مباراتين ورا بعض. فنتمنى ان يكون ده درس ان الحكم يظهر بصوره مختلفه. انا مختلف معاك في النقطه دي وما اعتقدش، انا اتمنى ان لعيبه الاهلي تكون عندها الحرص، واتمنى من الكاف تحديدا في المباريات الحاسمه اللي زي دي يتم تعيين حكام من حكام النخبه وحكام الصف. وده كان مطلب الاهلي قبل كده بالزبط.